بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات على درس حي الشباب. السؤال الأول بيقول: ماذا طلب الشاعر ولماذا؟ الشاعر طلب من الإنسان في الأبيات أنه يتوقف عن البكاء لأن البكاء لا ينفع في بلوغ الأهداف. السؤال الثاني: من الذي يشكو الزمان ولماذا؟ الشاعر شايف أن الإنسان الكسول هو الذي يشكو الزمان لأنه لا يريد العمل والاجتهاد. السؤال الثالث: كيف يمكن تحقيق الأهداف؟ طبعا يمكن للإنسان أن يحقق أهدافه بالسعي المخلص والاجتهاد والعزيمة القوية. السؤال الرابع: ما الصفات الذميمة التي لا يحبها الشاعر؟ الصفات اللي ما بيحبهاش الشاعر وذكرها في الأبيات هي الكسل والبكاء والشكوى واليأس. السؤال الخامس: ما مدى دقة استخدام البكاء والعويل في الأبيات؟ يعني قد إيه اللفظين دول كانوا مناسبين أو لأ؟ طبعا الكلمتين دول جم بمعنى مترادف، يعني معناهم زي بعض، وجم مناسبين جدا في الأبيات لأنهم بيتفقوا مع كلمة الدموع في بداية الأبيات. السؤال السادس: ما رأيك في الكسول والذي يشكو الزمان؟ الشاعر شايف أن الكسول ده إنسان لا يريد العمل وإنما يريد أن يحصل على الأهداف السهلة بلا تعب، وشايف ان اللي بيشتكي الزمان هو انسان يخفي عيبه وكسله بالشكوى، والصفتين دول بيتصف بيهم الانسان اللي اخلاقه ذميمة، والشاعر لا يحب هاتان الصفتين او لا يحب هاتين الصفتين. السؤال السابع: ما الامال التي يمكن ان نحققها؟ الشاعر شايف ان احنا يمكن ان احنا نحقق الامال الشريفة والمقاصد النبيلة. السؤال الثامن: ما الذي ينفيه الشاعر؟ الشاعر بينفي الفشل والخيبة على الإنسان المجتهد النشيط، الإنسان اللي بيجتهد وبينشط وبيسعى لتحقيق أهدافه الشريفة، ده لا يعرف سبيلا للفشل ولا للخيبة. السؤال التاسع: ما شروط تحقيق الغايات؟ الشرط الأول إن يكون الإنسان عنده أمل وما ييأسش. الشرط الثاني إن الإنسان يسعى للغرض النبيل الشريف. الغرض الثالث إن الإنسان يسترشد بالحكمة وبالعقل والتفكير السليم. الرابع إن هو يتحمل المسؤولية والنهوض بنشاط. السؤال العاشر: لمن يوجه الشاعر نصائحه ولماذا؟ الشاعر بيوجه النصائح بتاعته لكل الشباب وخصوصا المتكاسل منهم اللي بيصنع لنفسه أعذار. السؤال 11: لماذا يطالبنا الشاعر بعدم شكوى الزمان؟ طبعا لان شكوى الزمان دي حجة الانسان العاجز الكسول اللي مش عايز يشتغل. كده نكون انتهينا بفضل الله من حل التدريبات. اسأل المولى عز وجل ان ينفعني واياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم استاذ هيثم المصري.